الراديو 90-90 هواها مصري. مسلسل الجود المرصود مع محمد نشأت وياسمين دياب على الراديو 90-90. رمضان زي ما تحب. اعقلي يا تهاني وبطلي الجنان اللي انت فيه ده. يا ولية احمدي، احنا بقالنا 16 شهر متجوزين، عمرك ما سبتي البيت فيهم، مع ان في الفترة دي كنت بضغط عليكي بكل الطرق عشان تسيبي البيت. لا 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 لا، والنبي ما اقعد معاك ابدا طول ما الخزنة دي في البيت. وريش عرفني ايه اللي هيحصل لنا المرة الجاية؟ مش يمكن نتقلب انا وانت براس ويجيبونا من على الحيطة بالشبشب؟ يا ولية بطلي الخيال القذر بتاعك ده، وبعدين انا مش معاك يا تهاني، خايفة من ايه بقى؟ يا سلام، وانت عملتلي ايه بقى لما اتقلبنا عواميد نور يا سيهاني؟ ما انا اتسرق طياري مني وانت واقف جنبي لا بتهش ولا بتنش. طب ما انا سلكي كمان اتسحب وانت ما عملتيش حاجه يا تهاني. بس انا ست وانت راجل. هي كمان عواميد النور فيها راجل وست. بقولك ايه يا تهاني، انا هنزل خزنه لوحدي، بس يكون في علمي. اقسم بالله انا لو دخلت الكود صح المره دي ولقيت الكنز انا هتجوز عليك يا تهاني. يا نهارك يا هاني، تتجوز عليا؟ يعني انا اخدك وانت بتستحمى في المواسم والاعياد بس، واول ما ربنا يفتح عليك تروح وتتجوز عليا يا راجل؟ طب وايه الجديد في كده؟ ما اي راجل ربنا بيفتح عليه بيروح يتجوز على مراته، اشمعنى انا يعني يا تهاني؟ ما تعقل يا سيهاني، انا حاسه ان الكود ده مرصود من مارد عايش معانا في البيت وموجود. يا ولية ما بلاش شغل الف ليله وليله ده، اسمع كلام يا تهاني، انا متاكد المره دي ان احنا هندخل الكود صح وهنلاقي الكنز، وساعتها هروح اتجوز عليكي فورا. نعم انت قلت ايه؟ لا مفيش، بينا على الخزنه. استرها يا رب. يا نهار ابيض يا سيهاني، الاوضه ضلمه قوي يا اخويا. يا نهار ابيض، شايف اللي انا شايفاه يا هاني؟ وليا شايفه ايه بقى؟ ما ترعبنيش، اشمعنى انت اللي بتشوفي في الضلمه بس؟ هي امك كانت بتوحم عليكي في خفاشه يا هاني؟ يا راجل بص بص، في مارد قاعد فوق الخزنه وعينه بتطق شراره. راجل على حصان بجناح كبير. يا نهار ابيض، وليا شو الفيلم مملكه الخواتم ده؟ مارد ايه اللي ركب حصان مجنح وقعد فوق الخزنه بس؟ تهاني انت خيالك متعفن من زمان، صدقيني مفيش حاجه. استنى لما اولع كشاف الموبايل. شفت يا تهاني؟ مفيش حاجه خالص اهو. والنبي تعال يا سيهاني، بقول لك ايه، سيبك يا اخويا من الخزنه دي وتعالى نقعد نتفرج على مسلسل الاستاذ امير قرار ده. حتى السنه دي حلق شنبه اللي كان عامل زي البلتكانه ومغطي نص وشه. يلا انا طالعه يا اخويا. تعالي هنا يا ست، انت رايحه فين؟ ما تسيبنيش لوحدي وحط امك. شفت اديك انت كمان خايف. استهدى بالله بقى كده وتعالى ناكل كنافه بالمانجا مع بعض. يلا. مستحيل يا تهاني، مستحيل قبل ما ادخل الكود. بص ايه رايك نجرب المره دي اربع تلاتات؟ كلها ارقام لا تعرف برد من حامي. جرب يا اخويا جرب، دي كانت جوازه مهببه. امسكي فيها الجامد يا تهاني. بسم الله. تلاته 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 تلاته. يا نهار ابيض، ايه اللي بيحصل ده يا هاني؟ انا حاسه اني زي ما يكون بدخل في بق واحد. يا اخويا الحقني يا هاني. يا نهار ابيض يا ناس، ده فعلا بقى تهاني. الله يخرب بيت صاحبه، ده ما غسلش اسنانه من ساعه ما اتولد. الحقونا يا اخوانا. انا فين يا ناس؟ وايه القفص اللي انا جواه ده؟ ومالي حاسه اني رديت لي كده؟ يا هاني يا هاني، انت فين يا هاني؟ ايوه يا تهاني، ايوه، مش قادر اخد نفسي يا تهاني. انا زي ما يكون بلف تراك الاستاد يا ناس. ايه ده؟ ايه اللي انا شايفه ده؟ انت مالك فلطحتي كده ليه يا وليه؟ وايه اللي انا شايفه هناك ده؟ يا نهار ابيض، ده كبد يا تهاني، كبد بني ادم ده ولا ايه؟ كبد؟ احنا دخلنا بجسم خروف لباني ولا ايه؟ لا يا هاني، ده جسم بني ادم. انت تحولتي وبقيتي رئة يا تهاني، وانا تحولت قلب يا ولية. قلب ورئة؟ واحنا دخلنا مصمت ولا ايه يا هاني؟ لا وانت الصادقة، احنا اتحشرنا في جسم بني ادم ومش اي جسم، ده بيعاني من سمنة مفرطة. انا الدهون محوطاني من كل حتة، مش عارف اودي الدم فين ولا فين يا ناس. انا بعوم في الكوليسترول يا تهاني. انا الحمد لله يا اخويا تحولت رئة، يعني لا شغل ولا مشغلة يا اخويا، قاعدة متدلعة في القفص الصدري ومليش دعوة بالهرتاتة اللي بتحصل دي. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه العفره دي يا هاني؟ ده ريح الخمسين دي ولا ايه يا ساتر؟ يا ريتها الخمسين يا تهاني، ده البي مش بكفي الدهون، كمان بيدخن سيجاره. الله يخرب بيتك، ده بيسحب النفس زي سحبه المكنسه. النيكوتين ده كله هنوديه فين؟ امال انا اعمل ايه يا هاني؟ اهدابي بتروح مني. الله يخرب بيتك، ده بيشرب السيجاره في ظهر السيجاره. ايه ده؟ ايه الزلزال اللي انا سامعه ده؟ يا رب يا رب والنبي ما يكونش اللي في دماغي. ايه ده؟ في ايه يا هاني؟ ما تقلقنيش،
أنا أهداب الغيط دلوقتي اتشلت من السجاير اللي بيشربها الراجل ده. ده كمان بيشرب سجاير محشية ورق شجر. سامع إيه يا أخويا؟ قول لي بقى. ده بيشرب شيشة تهان. يا نهار أبيض ياما، ده الدخان اللي هيدخل علينا ولا دخان مصانع الطوب؟ الحقني يا هاني، أهدابي بتتحرق يا راجل. عيني تهاني، الدم مش عايز يتسحب من جبل المقطم اللي احنا فيه ده. الشرايين كلها بتتسد. يا لهوي يا امه، المعدة بعتني إشارة. خليكي معايا تهاني، ما اعرف بتقول ايه. الو الو، ايوه يا معدة. اي نعم يا اختي. الراجل قاعد في السيدة زينب بياكل سبين، هي ناقصة دهون. يا نهار ابيض كمان دهون. امسك نفسك يا هاني، ضخ دم. اضخ مين؟ ده البيضة عايز طرنش مجاري يجر الدم. انا مش قادر اتهاني، الكبد قدامي بيتليف يا وليه. بيتليف وهو ده وقت حموم المنيل ده؟ حموم مين يا ستة يا جهلة؟ دي الدهون اتراكمت على الكبد ومش عارف يتحرك، الكبد بيضخ سموم في الدم. يا نهار ابيض، هو الراجل اللي احنا في جسمه ده فاكر نفسه سبايدر مان؟ فين مراته تعقلي؟ يا مصيبة سودة يا ناس، الشريان ناجي تصدق تهاني. ناجي؟ ناجي مين ده كمان يا اخويا؟ يا نور النبي، ناجي مين يا وليا اللي سقط علوم وكمان معايا رئة خريجة محو امي؟ يا ربي بقول لك الشريان التاجي، انا بموت خلاص، العضلة بتاعتي هتقف يا ناس. امسك نفسك يا راجل، القلب لو وقف انا كمان هموت. انا بتخنق، الدهون والكوليسترول حواليا من كل حتة، انا خلاص بموت يا تهاني. حد يكلم المخ يتصرف يا عالم. مخ مين ده؟ الراجل ده مخه بنيه يا هاني. هاني رد عليا يا هاني. هاني هاني انت موت؟ يا نهار ابيض ياما، انا بتاكل، انا كمان بموت. يا هاني يا هاني، الحقني يا احمد. احمد مين يا وليه؟ ابوس ايدك انطقي قولي لي احمد مين. والثلاثين يوم وكل يوم هندخل كود يا تهاني وهاني، والغلطة في بني الكود الصحي ينشفهم في شكل تاني. هاني وتهاني اسكت يا لساني على غريبة في شكل تاني. مرة تهاني تبقى رفع وتنادي عالدولة بهاني. مسلسل الكود المرصود مع محمد نشأت وياسمين دياب، تأليف هشام يحيى، على الراديو 90 90 رمضان زي ما تحب.